سيدتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة من قناة المقلة، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يؤكد أهمية تكافل جميع المكونات والنخب وتوحيد جهودها تحت مظلة واحدة لخدمة حضرموت. وكيل أول حضرموت يطلع على أداء العمل بفرع البنك المركزي ويناقش خطط النشاط الثقافي بالمقلة. تأجيل الحملة التوعوية السادسة للحد من إصابة المرض الفشل الكلوي بوادي وصحراء حضرموت. من عناوين التفاصيل، أهلا بكم. أصدر محافظ حضرموت قرار المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني التعميم رقم 7 للعام الجاري بشأن قرار رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات القاضي بتكليف الأخ أحمد صالح بشعيب مديرا عاما لفرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بساحل حضرموت. أكد محافظ حضرموت قرار المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أهمية تكاتف جميع المكونات والنخب وتوحيد جهودها تحت مظلة واحدة لخدمة حضرموت. وأشاد المحافظ خلال لقائه صباح اليوم بمكتبه بالمكلا فريق حضرموت الخير الذي يضم عدد من الشخصيات من الساحل والوادي ويرتبط بتواصل مع أبناء حضرموت في المهجر بجهود أعضاء الفريق في الداخل والخارج وتواصلهم بهدف توحيد الرؤى والأفكار وتوحيد كلمة أبناء المحافظة. بدورهم أوضح أعضاء الفريق أن هدفهم الأساسي يتمثل في توحيد كلمة أبناء حضرموت بمختلف مشاريبها ونخبها والسعي لإظهار المجتمع الحضرمي برؤية موحدة تجسد وحدة الكلمة والصف. وأكد أعضاء الفريق على أن المحافظ البحسني خير ممثل لرأس الهرم في حضرموت وينبغي على جميع المكونات التكاتف حوله ومؤازرته سعيا نحو تحقيق مطالب حضرموت، معربين عن استعدادهم للتواصل مع جميع مكونات المجتمع ونخبه للخروج بميثاق شرف لحضرموت وتوحيد كلمة الجميع. اطلع وكيل أول محافظ حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي على سير أداء العمل في فرع البنك المركزي اليمني بالمكلا، واستمع بن حبريش من مدير الفرع خالد بن جعا إلى شرح عن الأداء المالي والمحاسبي لفرع البنك ونشاطه في استقرار صرف مرتبات الموظفين والموازنات التشغيلية للمرافق الحكومية وتوفير السيولة المالية من الاعتمادات المستندية. كما اطلع وكيل أول حضرموت إلى إيضاح حول مستوى إيرادات الجهات الحكومية وعلاقة فرع البنك مع البنوك التجارية بالمحافظة، وأكد الإجراءات المتخذة لمراقبة محلات الصرافة وضبط المخالفين منهم. وفي سياق منفصل، ناقش وكيل أول حضرموت مع المدير العام لمكتب الثقافة بالساحل حضرموت خالد القحوم خطة النشاط الثقافي للمكتب خلال العام الجاري واستعداداته لاحتضان مدينة المكلا لمهرجان المسرح الوطني الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح في الشارقة المقرر إقامته في أكتوبر القادم بمشاركة 8 فرق مسرحية. أكد وكيل أول حضرموت على تفعيل دور فرع وزارة النفط والمعادن بالمحافظة في الإشراف على أنشطة عمل الشركات النفطية فيما يخص العمالة والإسهامات في التنمية الاجتماعية لمناطق الامتياز وكذا تعزيز علاقة الشركات العاملة بالمجتمعات المحلية. جاء ذلك خلال لقائه مدير مكتب النفط والمعادن الدكتور خالد باشامخة ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل هاني البيض للاتفاق على أهمية التنسيق المشترك بين السلطة المحلية والمكاتب المختصة مع شركة بترو مسيلة والشركات النفطية الأخرى بما يخدم العمل والتنمية المجتمعية. كما اطلع وكيل أول محافظ حضرموت على الأنشطة ينفذها المنتدى التربوي بساحل حضرموت، واستمع بن حبريش من أمين عام المنتدى محمد الجعيدي وقيادات من المنتدى إلى شرح عن رسالة المنتدى التي تتضمن أبرز الدور الذي لعبه المعلمون التربويون المتقاعدون في خدمة المجتمع خلال أداء رسالتهم التربوية والتعليمية النبيلة وإمكانية مساهمتهم في نقل خبرتهم المتراكمة المهنية والعملية بما يخدم المجتمع التربوي بالمحافظة.
واستعرضت قيادة المنتدى الأنشطة المنفذة خلال العام الماضي وخطط المنتدى للعام الجاري، ومن بينها الاحتفاء بمرور عام على رحيل الخبير التربوي الدكتور محمد عبد الله بن ثعلب. وأشاد وكيل أول حضرموت بفكرة تأسيس المنتدى التربوي وأنشطته، مؤكدا على مساندته لنجاح أنشطته ومهام المنتدى. دشرت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت الحملة التوعوية السادسة بمناسبة اليوم العالمي للكلى، تنفذها مراكز الكلى بالوادي بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان وتمويل مؤسسة سلة للتنمية. وتهدف الحملة التوعوية لتستمر على مدى عام كامل تحت شعار صحة الكلى لكل شخص في كل مكان، إلى رفع مستوى الوعي وضمان وصول المعلومة للمجتمع عن الأمراض تسببها الفشل الكلوي مثل الضغط والسكري والحصوات والطرق الوقائية المهمة. وخلال التدشين أشار مدير إدارة مراكز الكلى بالوادي مساعد برويشد إلى أن المستفيدين من جلسات الاستصفاء الدموي خلال العام الماضي بلغ عددهم 23,465 مستفيد من مختلف محافظات الجمهورية. ترأس المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي اجتماع للضباط الذي تم ترقيتهم بأمن حضرموت من قبل وزارة الداخلية. وخلال الاجتماع تقدم العميد التميمي بالشكر الجزيل لقيادة وزارة الداخلية على موافقتهم بترقية 85 ضابطا من كوادر أمن الساحل، وكذا جهودهم في دعم الأمن في حضرموت، مشددا على ضرورة الانضباط والتحلي بالحكمة والتأني في أخذ القرارات. وقال العميد التميمي أننا في أمن ساحل حضرموت نشهد حاليا مرحلة بناء ونهضة وتطوير للمنظومة الأمنية بكل قطاعاتها وأقسامها في البنية التحتية وأيضا على العنصر الأمني. تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون سير الدراسة بمجمع ثيلة باعمر ومدرستي النصب والحوطة للتعليم الأساسي بمديرية أرياف المكلا. وخلال جولته التفقدية بمعية مدير عام مديرية الأرياف أحمد العكبري، أكد الوكيل عبدون على ما تشهده العملية التربوية والتعليمية من استقرار كبير منذ بداية العام الدراسي والتدخلات اللازمة للبنية التحتية وتحسين البيئة المدرسية من قبل محافظ محافظة حضرموت، مشيرا إلى أن قيادة مكتب التربية والتعليم تحرص على متابعة سير الدراسة في جميع المناطق والمديريات وتسعى إلى توفير بعض الاحتياجات والمستلزمات وفقا والإمكانات المتاحة. اختتمت صباح اليوم الدورة التدريبية تحت عنوان مشكلات المرأة العاملة التي نظمتها شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت بقاعة التدريب والتأهيل بشركة النفط بالمكلا. وتناولت الدورة على مدى 3 أيام بمشاركة 25 متدربة مشكلات المرأة العاملة أثناء تأديتها عملها وكيفية تأقلمها مع المجتمع المحيط بها والتقلب على كل المشكلات تحيط بها. وفي حفل الاختتام أشاد مدير عام شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت الدكتور خالد العكبري بدور المرأة الفعال في مختلف إدارات الشركة، مشيرا إلى أن الشركة لديها عدة مشاريع استراتيجية وتنموية من خلال توزيع المرأة في كافة الإدارات بالشركة وستنجزها في العام الجاري. وهنأ العكبري جميع العاملات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بدورها حثت رئيسة قطاع المرأة بشركة النفط الأستاذة فهيمة بامخرمة على الاهتمام بالمرأة وتدريبها في كافة المجالات والتخصصات العلمية والمهنية والرفع بها نحو الأفضل. وفي اختتام الدورة تم تكريم جميع المتدربات والمشاركات. نظمت مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية اليوم بمدينة سيئون ورشة عمل تحت عنوان الحد من انتشار حمل السلاح كمرحلة أولى بمديريتي سيئون وتريم، حيث قدمت في الورشة التي أدارها الأستاذ نزار بحميد 4 محاور تتمثل في تنظيم حمل وحيازة السلاح في القانون اليمني ومخاطر حمل السلاح وأثره في زعزعة الاستقرار والأمن العام، بالإضافة إلى التأثيرات الاجتماعية لظاهرة حمل السلاح وكذا محور ظاهرة حمل السلاح وتسبيبها في انتهاكات حقوق الإنسان. وتخلت الورشة نقاشات واسعة من قبل الحضور أكدت جميعها بتضافر الجهود المشتركة في الحد من ظاهرة حمل السلاح وعواقبه في تفعيل الشرطة العسكرية وقيام الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية بدورها في هذه الجانب، إضافة إلى أهمية تكثيف التوعية المجتمعية وإسهام دور أئمة المساجد والدعاة والخطباء.
في هذا الخبر نكون وصلنا وإياكم لختام نشرتنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها. محافظة حضرموت يؤكد أهمية تكاتف جميع المكونات والنخب وتوحيد جهودها تحت مظلة واحدة لخدمة حضرموت. وكيل أول حضرموت يطلع على أداء العمل بفرع البنك المركزي ويناقش خطط النشاط الثقافي بالمكلا. تأجيل الحملة التوعوية في السادسة للحد من إصابة المرض الفشل الكلوي بوادي وصحراء حضرموت. ختام النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.